ومرة من المرات يعني لما كنت فستوكي بصغري كنت وين؟ ببحيرة طبرية عم بتغدى، مدد رجلي بهالمي والمنل قدامي، مد ايدي على البحر طلع السمكة اشويها واكلها وكب الحسد، طلع اشوي اكل كب، طلع اشوي اكل كب، هيك فجأة ما سمعت لك الا صوت، طلعت لفوق قذيفة نازلة عندي يا حبيبي، راح توصل لعندي ما شفت حدا الا شكيت غطست سلتت هيك ضليت لحتى وصلت لقاع البحيرة تحت، أم هن إجوا عم يدوروا علي سمعانهم من تحت عم يقولوا بدر بدر. لحظة شوي معلش، يعني غطست ويومين بالمي ما بيأثر بس سمعتهم تحت المي بدر؟ والله لا خلند 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 وحياة أبوك وأبوه مثل ما عم قلك. اترك أبي وأبوه كمي عمي حبيبي، أنا قلت لك ملاحق مطارد، يعني سمعتهم شو عم بيقولوا، بدنا يا حي أو منتوف يا سيدي. أنا يعني ضليت الثلاث أربع أيام قاعد وهن فوق كمان ملوا حملوا حالهم وراحوا، بس عدمين عدمين فكروا راحوا إنه يعني أنا مش وقت أطلع لفوق، بس كانوا حاطين واحد عم يراقبني، عرفت شلون؟ قلت يا ولد روح غرب، رحت باتجاه الغرب. إيه وبعدين؟ لك شو بعدين؟ ضليت خمس أيام سباحة، سحبة واحدة وأنا عم بسبح باتجاه الغرب، والله وأنا عم بسبح ما سمعت لك إلا صوت عم بسبح. طلعت هيك وراي مع حوت، حوت يعني الله وكيلك بيطلع طول له يعني فيك تقول قد ملعب العباسيين، قلت يا سلام اجى الركب، اشرت له قلت له يعطيك العافيه، قال لي الله يعافيك. لحظه عمي بدر ضايق شوي، اجى الحوت قلت له الله يعطيك العافيه، رد عليك قال لك الله يعافيك؟ لك لا يعني هو ما حكى بس هز براسه يعني كانه قال لي عايز شو؟ قام والله عملت له بايدي هيك نخ شوي وركبت على ظهره، وين رحت على الدنب؟ مسكت بالدنب وقلت له قول الله شد، ضل ساعد فيني هيك لقبروس، وصلت على قبروس شفت الحوت؟ مش الحوت ايه انت على دنبو، على دنبو وعلى قبروس ضل ساعد فيني لقبروس وقال لك مرحبا ايه قريبة ايه